أتسمع؟ تفضل الأخ هكاني. أخي يجوز لي المشاركة، أنا من الجزائر. ايه تفضل لي اقتراحات اللي تخدم هذا النقاش هذا. إيه بون، نختلف معك شوي في أمور. نعم لأنه الأمر الأساسي كي نحلوا الجالية، يعني بزوج كلمات، الجالية مشتتة بتاعنا في الجزائر، بارتو مشتتة، ما عندهاش تواصل، ما عندهاش أمور كثير، فاهم؟ بعقلية تاع يا تخطى راسي يا نفسي نفسي، يعني زوج قوانين يمشيوا بهم، يا يمشي بتخطى راسي يا نفسي نفسي. الشيء اللي نختلف برك في حكاية البرلمان هذا، أنه ثم في الدول هذه اللي راكم عايشين فيها كاين حريات، يعني ممكن تدخل مباشرة، الأمر عملي، فهمت؟ مش شرط أنك مثلا كما نقولوا قال ديروا لينيوم مثلا ديميغراسيون الجيريان ولا ديميغري الجي، ما عرفت كيف تسميوها، اتحاد نتاع هذه، ما يطلبش ناس بزاف، يطلب 5 6 7 ممثل في اسبانيا، ممثل في كندا، ممثل في الاخر، يزيد يلم معاه 5 6 7، يمشيوا الامور هذه بالوثائق. تسمى درك علاه؟ لانه كاينه حاجه اسمها التايمينغ، الوقت ضد الجاليه الجزائريه في الخارج، لانه اليمين المتطرف بدا يطلع، يعني ما نكذبوش على بعضنا، النية تاعو باينة، كلش تاعو باين، أكيد ممكن يطلع في أفريل، ممكن ما نعرف، المهم بدات الأمور تتضح، ما مش واضحة كثير، لكن لو كان يطلع اليمين حتختلف الأمور، يعني راح يدور فيه غربلة، وراح يدور فيه تضييق، وراح يدور فيه قمع، وثم ما تقدروش تتلموا، ما تقدروش ديروا كي يكون القمع ولا الآخر، ما تقدرش، يعني معروفة يعني في التاريخ كله أنه لما يكون قمع ولا تضييق ما تقدرش انك تدير جمعيه ولا تدير امر كيما هذا. انا تبالي ما دام عندكم الحريات هذو، مش كيما احنا في الجزائر هنا، ما تقدرش، يعني ما عندك حتى كيما نقولوا، ما عندك حتى حريه ولا امر كيما هذا. لكن ثم قال 6 من الناس مع اخرين، ممثل في اسبانيا، ممثل في كندا، ممثل، وبعدها لينيون هذه تمشيوها بالقناه هذه، تسمى الناس تجي تطلع وكي تشوفوا كفاءات تعمل هي كمغناطيس تجذب الكفاءات. قال كي يحكي واحد مليح، قال ها هو كي السيت تاعنا، اتواصل معنا باش تدخل معنا في لينيو، وتولي تقرر لينيو هذه بسرعه راح تنتشر. لانه علاه؟ لانه قضيه الفكره كما نقولوا كاين عند كل، في راس كل مغترب، لانه يحس بالغربه الاولى، يبغي يتحد، اي انسان يحس بالغربه يبغي يتحد مع خالته، يبغي يتحد مع الاخر. يعني لما تمشي في نقطة كما هذه، احنا وش هو المشكل في الجزائر؟ علاه مثلا تلقى رانا نناضلوا من اجل حرية الرأي، من اجل تأسيس احزاب، من اجل الاخر، لانه كاين قمع، دولة شمولية ما تسمح لك دير والو، فاهم؟ لكن في اوروبا من غدوة تقدر دير اينيو كما هذه، ما يهمكش العدد، ما كانش يعني مطلوب منك عدد محدد، يعني امور بسيطة تقدر تبدا بها. ومن هذا الانيو هذه تقدر الناس اللي تطلع هنا، قال هذا منسق مثلا، ما تقدروش ديروا نهار الاول قائد، لانه علاه؟ لانه الامور هذه ولا كيما نقولوا امين عام، ولا تقدروا ديروا تنسيقيه مثلا يقودوها، قال هذا ممثل تاع اسبانيا يحكي معاه مثلا، يكون يعرف، ومن بعد يجي مثلا واحد مثلا في اسبانيا جزائري افوكا، واحد صحافي، واحد منو، تبدا تنسج هذا الانيو. وانا متاكد لو كانت تمشي في خطوه كما هذه راح تمشي بسرعه البرق، علاه؟ لانها ولات حتميه، الناس كل راهي تشوف تصريحات نتاع اليمين المتطرف كفر وصرح، ولو كان يحكم فرنسا اذا راح كما نقولوا ينتشر في اوروبا، يعني بسرعه البرق، لانه علاه؟ لانه جايه ازمه اقتصاديه، ناس تشوف لي زيميغري من درجه اخرى كما نقولوا يحبوا انهم يحصلوا على فرص عمل، يعني اللي يحسبوا باللي لازم يجري هما اللي داوها لهم، يعني راح ينتشر، يعني مع الازمه مع الامور هذه، فكان طلع اليمين المتطرف راح ينتشر. هذا الشيء اللي لازم تحطوه، انه التايمينج ضدكم، ماناش مثلا في التسعينات ولا، يعني الناس وتقول هذه دوله حريه، ما كان لها حريه لا والو. نذكركم فقط بانه 100 ضابط اجتمعوا في فرنسا وقدموا بيان، وفي البيان هذا قالوا باللي راح تصرى كما نقولوا حرب أهلية في فرنسا، يعني لو كانت تتذكروا الأمر هذا، وهذه كيحلوها يعني السياسيين تاع فرنسا وتاع الآخر، قال لك حرب بين لي زيميغري والسكان الأصليين، يعني باش نفهموا 100 ضابط أنه يسني على بيان كيما هذا ويقدموه الرئيس ماكرون، يعني مش أمر سهل، يعني كاين فيه دراسات، كاين فيه أمور استراتيجية. لذلك من الأفضل
تتلموا 6 7 8 10 من فرنسا، وواحد من كندا يجيب لكم 3 ولا 4، واحد من اسبانيا يجيب لكم 3 ولا 4، يكونوا كفاءات شوي. غير هذو كما نقولوا اللي اسوا هذا لينيون هذه ديميغان، وينطلق مباشره تدعم منا، فاهم؟ قال احنا عندنا وثائقنا الرسميه، رانا اتحاد نتاع المهاجرين الجزائريين في العالم، اتحاد تاع المهاجرين. من بعد يبداو الكفاءات هذوك، لانه علاه؟ لانه الكفاءه راح يطلع يهضر معك، يحكي معك مثلا، يقول لك احنا نقدروا نقدموا الجزائر، ما تعرفوش شكون، لكن لما ينضم لاتحاد كيما هذا، يعني ويلقى مثلا الاستاذ فلاني والدكتور فلاني ومختص فلاني وهذاك فلاني وهذاك فلاني، هذا لينيو بسرعه راح ينتشر. علاه؟ لانه كاين عنده منصه، حتبدا المنصه هذه، وبالوقت لما يتلموا كفاءاتكم منصات اخرين، راح يكون عنده تاثيره مباشره في الجاليه في الخارج. لانه علاه؟ لانه ثم في فرنسا عندكم حريات، ولازم تستغلوا هذه الحريات. احنا ممكن محرومين من هذه الحريات هنا في الجزائر، ما تقدرش دير الامور هذه، ما تقدرش تتحدث، ما تقدرش، لكن انتم لازم تخدموا بسرعه. لانه علاه؟ لانه الوقت ضدكم، مش فقط الوقت، كل شيء ضدكم. وجايه انتخابات تاع فرنسا اللي جاليه، راح تبحث شكون اللي راح يقول، واحد يقول لهم ديروا هذاك، واحد يقول لهم ديروا هذاك، لكن لما يلقاو انيو ممكن امور احزاب وامور صغيره اسسوها ناس على اساس انها حاجه، وكيما الفيسبوك يعني اصدقاء في الجامعه اسسوا حاجه باش يتواصلوا بيناتهم، يعني اصبحت اليوم غزات العالم. علاه؟ لانه كاين فكره، ناس حبت تتواصل. ايضا كيما الفيسبوك راح يكون الجاليه تاعنا في العالم كله، لانه عندها وازع هذا تاع الوطن اللي يجمعها. فكره كيما هذه راح تنتشر كيما الفيسبوك، يعني لما تلقى ناس صافيين وعندهم نيه صافيه. وانا ما كانوا نخلي خوتنا يهضروا، هما ملمين شويه بالموضوع اكثر مني. ما. فهمت؟ ما. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا للاخ كريمو. الاخ محمد، اخ محمد والناس بريطانيا، مرحبا. اصبر نفتح لك الميكروفون، تفضل. مرحبا بك الاخ محمد. يبارك فيك. السلام عليكم الاخ محمد. يا سيدي، انا لقينا نائب في بريطانيا. واش حوالك؟ لاباس، الله يهنيك بارك الله فيك. واش راك نور الدين؟ لاباس، الله يبارك فيك. تحيه ليك ويبارك فيك ويهنيك وكل الاخوه المتبعين. موضوع يعني مهم جدا وحساس، ويعني يهم الجاليه يعني بالدرجه الاولى.